أنا أحب عملي، يمكنني الجلوس بلا حركة طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحباً، جئت لفحص طبي. أولاً أعرضي ماذا لديك في الحقيبة؟ لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء، اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين لي السماح بالدخول، سأضطر إلى الاطمئنان عليك مع هذه الحقنة الشرجية. هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا من الأفضل فحص السجناء، يبدو مريضاً، اذهبي إليه. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيراً. يبدو أنه مريض حقاً، لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ. ها هو دروجك. إنه ليس دروجك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلا، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولا المغادرة، أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضروريا، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ علي أن أطردك، أنا آسفة، هي غادري. ابتعدي. لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. أولا أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك، ربما تحملين شيئا خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ شكرا جزيلا، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في الدلو لا يوجد شيء. ماذا تفعلي بي؟ لدي عشرة منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ سأخرج، على الأقل سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروجكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة؟ هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروجكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف الأسماك. سأخفيها، لكن أين أنا سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضا ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيت؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروجكا، بدونه أشعر بالسوء، أفتقد كلبي كثيرا، أتمنى أن يكون بخير. مرحبا، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء، افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام، تفضل بالدخول. قف. أولا، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي؟ نعم، يحدث كثيرا، كل شيء بسيط، نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسناً، لدينا مشكلة مع هذا الضوء، هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، لا يزال لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟
لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي. أخيرا سيرى أندي صديقة. أين دروجك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس أنا بحاجة لوضعه في الزنزانة. أوه، الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروجكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروجكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطيا، يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أوه، أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلا. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها، لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لن أطعمك كل اليوم، خذ هذه الموزة ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاما للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخرا على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد. هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جدا. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيرا سأكل. يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي. حسنا، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت. عندي، أنا جين، أحضرت دروجكا. حقا، أخيرا، تعبت من الانتظار. طار الطهو لمدة ساعتين. ها هو دروجكا السريع والرشيق. هذا ليس دروجكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء. هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل، بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كلا، أعلم أنك تخفي شيئا. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملا أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته، لدينا عائلة وطفل صغير. هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد، ادخلي. لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى، يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي، كم اشتقت إليك، أعطني إياه الآن. إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، امسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة لسمح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالا ستكون حرا، فقط أختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقائق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل، اذهب وأحضرها.
الآن اذهب معي، هناك عقاب. حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم، لكن ليس ربما سأخذ هذا، طلبته. آه إنهم يطرقون الباب بالفعل، إنها الطلبية. سأفتح أنا. آه التوصيل، مرحبا. ها هو طلبك، يوم جيد، إلى اللقاء. واو، صندوق ضخم جدا، دعونا نوزعه. أنا بحاجة إلى تحريك هذا الحطام القديم. يجب أن أساعد، سوف أشارك. سأفعل ذلك بسهولة. وأنا سأزيل القمامة، هذا مفيد أيضا. ها هي الألواح الخشبية. أوه ما هذا؟ أوكي. الآن سوف أطرق هذا المسمار. سأفعل ذلك بشكل احترافي. بضع حركات وانتهيت. آه ماذا حدث لفستاني؟ ثوب الوردي الجميل. أعشق اللون البرتقالي. اللون المفضل لدي هو الأزرق. بالطبع سألون الجدران باللون الأزرق. ستكون جدران جميلة جدا. سوف ألون كل شيء. مذهل. انتهيت من هذا الطلاء الآن. أنيق. لا يوجد شيء أخضر هنا. أنا أحب الجدران أن تكون خضراء. أحب الإشراق كثيراً. هذا رائع. آه لماذا تفعلون ذلك؟ بالطبع أنا أحب اللون الوردي، لكنني بحاجة إلى تزيين هذه الجدران قليلاً. المخمل أجمل بكثير. سأنعمه قليلاً. هذا سيجعله أكثر أناقة وراحة. آه ما الذي يقطر علي؟ اللون البرتقالي الجميل، خلاب. إذن يا فتيات، هل أنتم جاهزات؟ حان وقت النوم. أوي كم هذا قاسي، رأسي يؤلمني. أوه ماذا أفعل؟ لدي فكرة، سيكون علي الإحماء قليلا قبل ذلك. الآن أخذ المضرب. حسنا، من معي؟ ما خطبك؟ هل يمكنك مساعدتي في رمي الوسائد للأعلى؟ ولم لا؟ أنا أعرف ماذا سأفعل. سأخذ هذه الوسادة. أمسكي. ممتاز. شكرا جزيلا، هذا ما احتجته بالضبط. واحدة أخرى. لكن هناك شيء مفقود. ها هي، أمسكي آخر واحدة. أمسكي. أنا أمسك. لا، الكتاب تحطم. كم هذا غير صار؟ ما هذا؟ كتابي لعلم الأحياء. آسفة، لم أقصد ذلك. سأتظاهر أنه ليس أنا. والآن سأذهب بهدوء. أوي ما هذا؟ ما هذا الصندوق؟ مثير للغاية. أحتاج إلى فتحه، لكن أولاً سأضعه على سريري حتى لا يلاحظه أحد. من الواضح أن هناك شيء مثير للاهتمام. واو جميل، أنا أعشق كرة السلة وكل شيء يتعلق بها. بماذا سأزين سريري أيضاً؟ هذه الأعلام، جمال ناري. دامبلز، وكيف سيكون الأمر بدونهم؟ خطرت لي فكرة، سأعلق الخطافات وأضع الدامبل المفضل لدي عليها بعناية. كم أنا قوية. هذا شيء رائع، وأنا أريد أن أزين غرفتي أيضاً. ماذا يوجد في صندوق الأزرق؟ رف كبير للكتب. سأضع كتب المدرسية، فن، علم الفلك واللغة اليابانية أيضاً. وأعلق المصابيح الكهربائية، وإلا كيف سأقرأ؟ لا أحب القراءة في الظلام، هذا يؤلم عيني. لعبتي المفضلة، كم هي ناعمة. والوسائد أمر لابد منه. وهناك أيضاً خريطة جغرافية، سوف ألصقها هنا.
رائع، مريح للغاية، يمكنني النوم الآن. أنا بحاجة لصنع بعض الجمال. ماذا عن صندوق الوردي؟ بالطبع لا توجد زينة كافية. سوف أنفخ تمثالاً حتى أتمكن من الاستمتاع بالجمال والراحة معاً. لا أستطيع التنفس. ماذا تفعل هناك؟ أخيراً نفخت فلامينغو وردي رائع. واو، وسائد وردية، هذا مذهل. ماذا لدي أيضاً؟ فراشات مضيئة. أحب كل هذا الجمال. سوف ألصق القلوب أيضاً. رومانسي، الآن هذا ممتع للغاية. نعم ومريح. لقد قمت بعمل رائع. ماذا يوجد في صندوق الأخضر؟ سأعلق كل ما عندي من زينة هنا. الهياكل العظمية مناسبة جداً. ممتاز، سوف أنشرها هنا. الرف سيكون هنا، ومصباح الحمم فقط مثالي. الوسائد الخضراء الداكنة تضيف أناقة إلى سريري. رائع. أريد أن أكل شيئاً ما. أنا أعرف، سأطلب من ماك دوك. سأشتري كل أنواع الأشياء اللذيذة. لقد وصلوا بالفعل. رائع. مرحبا، شكرا على الطلب. مع السلامة. مذهل، سأكل أخيرا. ماذا لدي هنا؟ فطيرة الكرز، إنها لذيذة جدا. الآن سوف أكلك. الأخضر لي، تعالي أعطني هنا بسرعة. ممتاز. للأسف. إذن سأرى ماذا يوجد غير ذلك. همبرجر في علبة زرقاء، أريد أن آكله. إنه لي، إنه أزرق وهذا لوني. مذهل. الخبز مع الخس كما أحبه. انتهينا، أنا ذاهبة. مهلا، ماذا عني؟ هناك همبرجر آخر. سأستدير بهدوء حتى لا تراه. لا، خمنت بالفعل أن لدي همبرجر. هيا خذي. كم هذا لذيذ، لقد كنت جائعة فعلا. هل بقي أي شيء آخر هنا؟ لم يتبقى أي شيء من طلبي، كيف ذلك؟ هيا انزل. نعم، ماذا سآكل؟ صلصة؟ هذا ليس ألذ طعام في العالم، لكن سأجربه الآن. يم يم يم، لا بأس به. حسناً، سأكتفي بالصلصة على الرغم أنني أردت تناول شيء ألذ. ليس هذا، ليس ذاك. ما هذا؟ انطفأ هاتفي. وماذا سأفعل الآن؟ أشعر بالملل جداً. أتساءل ماذا تفعل الفتيات؟ جميعاً على هواتفهم. خطرت لي فكرة. دعونا ننظر ماذا في صندوق الأخضر. هذا هو معنى الترفيه والتسلية. تلفزيون رائع حقيقي. بالكاد يناسب غرفتي الصغيرة المريحة. وهنا سأضع سوني بلاي ستيشن الأنيق. الآن سوف ألعب. يا بنات، من سيلعب معي؟ لدي بلاي ستيشن. أنا سأتي إليك. سنمرح، خذي هذه القبضة. عظيم، ماذا سنلعب؟ سأهزمك الآن. لا، أنا سأهزمك. واو، رائع. ماذا يحدث هناك؟ أنا أريد أيضا. دعينا نلعب معا لنرى ماذا لديهم. مرحبا يا فتيات. فات الأوان. كم هذا مزعج. ماذا سنفعل الآن؟ لدي فكرة. ماذا تقصدي؟ انظري ماذا لدي. شاشة وردية. وهذا ليس كل شيء. لدي نظارات الواقع الافتراضي وأجهزة التحكم عن بعد. سنحظى بالكثير من المرح الآن. هل ستلعبي معي ماينكرافت؟ ممتاز، إنها أكثر متعة من لعب نوع من ألعاب البلاي ستيشن. إذن هيا بنا. خذي عصا التحكم ودعينا نستمتع على أكمل وجه. واو، انظري ماذا لديهم. يلعبون ماينكرافت في الواقع الافتراضي. واو، أنا أريد أيضا. أنا أيضا، دعينا نشاهد. مرحبا يا فتيات.
هذا؟ لماذا تقاطعوننا؟ لا، نحن مشغولون بالفعل. مستفزات والشريرات لا يسمحون لنا باللعب. رائع، باربرا محظوظة، لديها وعاء كامل من الفشار. نيك لديه أقل بقليل لكنه ليس متضايق. لكن جولي ليست محظوظة، واحدة فقط. جولي ابدأي. لدي فكرة، أين مسبب الإشعار؟ كمان بالضبط ما هو مطلوب، سريع ولذيذ. رائع، أنا التالي، سأقوم بصنع هذا الفشار بسرعة. واو نيك، لم تقل أنك طاهٍ. اكتب الوصفة، خذ مقلاة، اسكب حبات الفشار، وننتظر بضع دقائق ونستمتع. رائع، يا له من انفجار، احذروا يا فتيات. رائع. واو نيك، هذه حقا وصفة متفجرة. لدي طريقتي الخاصة في صنع الفشار. أضع صلصة التباسكو مع الكولا وأقدم مشروبا لصديقي المفضل. ماذا؟ ما هذا الطعم؟ بالضبط ما هو مطلوب، شكرا نيك. حار حار، لذيذ. كم عدد العيون لدى باربرا ونيك؟ لكن جولي لديها واحدة فقط، قليل جدا. خاسرة نيك، إذا لم تكن قد لاحظت، جولي ليست في مزاج المزاح، سوف يتعلم. لماذا أقاتل على الفور؟ سوف أنتقم. نيك، ما الذي ستفعله؟ تعصر الكاتشب على العين. أوه، يا له من رعب. جولي، يمكنك أن تأكلي عيني إذا أردت. ماذا؟ هل هذه حقا عينك؟ نعم، خذيها. أبعدوها. باربرا، احذري، أكلت عينك. سوف أنقذك. احذروا. كوب من القهوة المنعشة في الصباح هو ما أحتاجه. كم هو لذيذ. ما هذا؟ عين. يا رفاق، أنتم مضحكون. حان دوري الآن. كم هو لذيذ، مستعدة لأكلهم دائما. يا لها من شهية وسرعة. دوري، أقوم بتشغيل وضع التوربو. رائع نيك، لقد أكلت كل شيء دفعة واحدة. هل يمكنك مشاركة الفتيات؟ إنهم جائعون أيضا. قطعة واحدة لو سمحت. لا، إنهم لي. نيك، لا يمكنك أكل الكثير من العيون السكرية دفعة واحدة. متأخرة، الآن يمكنك مشاهدة جميع مقالب الفتيات. مقرف، لدي الكثير، أبعدهم عني. لدي واحدة فقط، أستطيع تحمل الأمر. ما هذا؟ يا رفاق، اجمعوا نفسكم معا، يمكنكم التعامل معه. سأبدأ أولا. باربرا، هذه بذرة، لا تحتاج إلى أكلها، تحتاج إلى زراعتها. احذروا. باربرا، انظري أين ترمين. الآن سأزرعك. يجب أن تنمو. لماذا لا تنمو؟ باربرا، عليك أن تنتظري قليلا، أعطيها بعض الوقت لتنضج. سأبدأ أنا. الشيء الرئيسي هو أن أكل بسرعة حتى لا أشعر بالطعم. فو، مقرف، أنا بحاجة لتغيير هذا الطعم الفظيع. سوف أقترض هذا، أنا بحاجة ماسة لسقي زهرتي. هزة أرضية، اختبئوا. لا تخافوا، لقد نابتت فقط بذرة باربرا. الآن باربرا لديها شجيرة البروكولي الخاصة بها. هذا مقرف، أنا أكره البروكولي. رعب. باربرا، يجب أن تغتسلي. أنت يجب أن تأكلي البروكولي الخاص بك. لا، ليس البروكولي. لكن لدي فكرة عن كيفية التخلص منه. انظر، هناك أخطبوط. جولي، أتعلمين أن جميع المحتالين سيعاقبون عاجلا أم آجلا؟ على وعلى ذلك، فقد أعد نيك بالفعل هذا لك. كان ذلك لذيذا. إذن تفضلي أكثر. لا، هذا مقرف. في المرة القادمة لن تغشي. واو، بطاطس مقلية. كل الرفاق متحمسون للغاية. بعد كل شيء، إنه لذيذ جدا. لا، جولي لم يحالف الحظ، لديها بطاطا صغيرة واحدة فقط. كم هو لذيذ، لكنه قليل جدا. أنا أريد أكثر. حان دوري الآن. باربرا، أعطني القليل. ماذا؟
حسناً، بطاطا واحدة فقط. بالطبع، خذي. أها، لقد صدقتي. حسناً، سأرتب لك ذلك. جولي جعلت كاتشب بادرة حاراً بشكل فظيع وقاسياً جداً. بحاجة إلى التبريد بشكل عاجل، لكن ليس الكاتشب بعد كل شيء. أشعر بتحسن. أوكي. نعم، هذا يكفي من الكاتشب بالنسبة لي. نيك، راقب البطاطس وإلا لن يتبقى شيء. ماذا؟ لذيذ. لقد أكلت كل ما عندي من البطاطس. خذي هذا. نيك، لا تنزعج، في المرة القادمة ستكون أكثر انتباهاً. رائع، علبة برينجلز كبيرة. ونيك محظوظ، ولد باربرا هرم كامل فقط. ممتاز. جولي لديها واحدة فقط وهي صغيرة جدا. سنصلح الأمر. هذا أفضل. لماذا تقف؟ هيا دورك. لماذا لا تفتح؟ احذر لا تكسر أسنانك، يبدو أنك لن تحصل عليها. لهذه الحالة لدي منشار. بحذر. بضع ضربات والعلبة مفتوحة. نيك، أنت ماهر فعلا. انظروا. واو، يا لها من قوة، حتى أن البرينجلز يطير إلى الفضاء. افتح فمك بشكل واسع فالرقائق تطير إليك. احذر نيك. أوتش. نيك، هل أنت بخير؟ ما يبدو لا. حسناً، دوري، سأكل. واو، باربرا، يا لها من شهية. انظري أين ترمين. هذا مؤلم. كم هو لذيذ. ماذا حصل؟ لك من الأفضل البقاء تحت الطاولة. باربرا تقصف هنا. جولي، انزلي. رائع، أنت على استعداد، لكن نيك ليس كذلك. عملية البناء تسير. باربرا تحافظ على البرج بشكل جيد. لقد نجحت. ماذا حدث؟ جولي لم يحالف الحظ مرة أخرى، لديها قطعة واحدة فقط، على عكس نيك لديه طبق كامل من السكيتلز. رائع، ولد باربرا مجموعة من كل الألوان. واحدة فقط وصغيرة جدا. اهدأ، لدي فكرة. جولي، لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح، لكن يمكنك التجريب. هذا فقط رائع. هذا أفضل. رائع. كم هو لذيذ. فقط ممتاز. أنا مستعدة لأكل السكيتلز إلى الأبد. رائع. نيك، دورك. انظر ماذا سأفعل. رائع، أنت مليء بالمفاجآت، لكن يجب أن تتدرب قليلا. لا، لكنني أعلم ما لديه الكثير. لا أعتقد أن باربرا ستحب فكرتك. الشيء الرئيسي هو أنها لن تلاحظ. أبعد يديك. أوتش. كل شيء لي. منك التي يجب أن أبدأ بها؟ هذا أو هذا أو ربما هذا؟ لا أستطيع أن أقرر، الأمر صعب. فكرة؟ ما هذا؟ إنها كرات اليانصيب لمساعدتي في اختيار اللون. أختار. أفتحها. بالضبط ما هو مطلوب. أوكي. الأخضر، سأبدأ معه. كم هو لذيذ. أنا أحب السكيتلز. أريد أن أجرب كل النكهات دفعة واحدة. كم هي لذيذة. أتساءل ماذا هنا؟ ما هذا؟ رائع. إنها حلوى سكيتلز عملاقة. واو، كم هي ضخمة وربما لذيذة بشكل لا يصدق. هذا صحيح، لذيذة جدا مع مفاجآت. يا بنات خذوا، هذا يكفي للجميع.
هذا لذيذ. What? Okay. أرفاق حالسون بالفعل على بدء التحدي. أنا أولاً. يمكنك أن تكوني أكثر حذراً. لدي فكرة. أرجوك. جولي كوني حذرة، ستقطعين كل شيء هنا الآن. انتهيت. كم هي لذيذة، يمكنني أكلهم إلى الأبد. جولي أنت متسخة جدا، أنت بحاجة للاستحمام بشكل عاجل. أنا التالية. رائع، لقد أزلت كل الأغلفة بهذه السرعة، ممتاز. كم هو لذيذ، لكن هناك شيء مفقود. الحليب الدافئ هو ما أحتاجه. المزيج المثالي. رائع، لديك جدار حقيقي من عصير تويكس. والآن سأعيد بناءه. أين مواد البناء الخاصة بي؟ النوتيلا. ممتاز، سأبني ناطحة السحاب حقيقية من التويكس. كريك، ما كان يجب أن تترك الفتيات وحدهن بعصير تويكس. أنا أرتدي خوذة.